بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بأم هادس كله تبارك وتعالى إنه نعمي نعمي إلى تركوه بكريم إيمانك يا إسلام نمض أمومه بسنتهي نعم كيسا وحاكم إذا نعمة الأمن والاستقرار نعمة أمامك إيوه حسن اللون إذا وقضبك المحاضرة القصة بسنتهي أمامك هي النبات بليادة هي أهمية غيلادة هي إسلام في الحديث أمني قواحة لإلى هذا الوقع الشعور بالطمأنينة وعدم الخوف إن الروح الدريو حسلوني يا عبس الآن إن صباح عبسني نفتيسة حوليهيسة يوحكس طوخ السيئة إذا وصل مستقبل كيسة بغضين قليل أهمية وأمن قولي يهي وحق فلا إنه يهي مطلب الجميع نورها أردن أي الرادنية ما أهبني هذا ككلية ما نورها أردن حتى حيوانات إن النبض هلال النبض قلال ويرادنية ماشي نبض قلية تالو ونبض لغة هلال نورها أردن ما تشعل نورها أردن ما رادنية ما هبين آدم ككلية ما وضرورة من ضرورات الحياة نرش بني آدم كنول يعني باهيد الويق بسنطا وحناوة تيرا أين كم أرمي وحنا حاجيات بلي لهذا ويوبا هنتهي لكن هدي ويدو لبوين مقارين وحنا التحسينات بلي لهذا وقرحين تنرش وحقرحين يوما أمنه وكتشرا تيرك أساسي نوش بن آدم ضرورات وحليلة أيو كتشرا سيدة سنادت أي قرآن كريم ما يلبضنا وكمنا الله تبارك وتعالى يقول كل مانيا أمانك يعنطل عبسلة هي قاتل بمعنى أمنه انتظى بني آدم كتاقية كل اليهي كما سهلا خوفك يعصدنا قاتل كما خطر يرى أيضاً معناها سلاح كتل الماوي ويبذين ما لها قاكوت أمني قال الله مريا رزق هي لولشا هي واحد من الله نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مرق قد عيني مكة بعدي سيوحى كم ذاك ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات ربي وبلد كان وحات كلك تامين آمنا ضدك دقنا إلهي وأزاقسي رب اجعل هذا بلدا امنا اله بلد امن لك كذبنا ارساق لي بكؤتي مركل القران الكريم يوحس كل مانيه رزق يا عنتدى يا نلشو يا امان ربي تبارك وتعالى مركوكا هذا
بني آدمك إله النعمويك يسهدو كالشكري واي وحكون عكار ربي تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مقالوا إلهي تصالى إلى وصوح هذا دقمو لدقين وحي أهيد من آمن وحسلون أمان يحسلوني بهزت رزق قيدون ملك استوء إيماني يعني أنتوينك عبتان لي أرساق دنوي هيست وركاس الله من نعمة دي سيكو كفر ذي الله تبارك وتعالى وحور ننسيين عبسي ونبت قليدي بدشي يقاتشو ونركتي بدشي مركا هلقا وحالس كل ماني حق هورك حسلوني ذا يا أمانك يا رزقي أن رش ويس وضع عبسدا يا قاتشدا يا بربر كنا ويس وضع ملك القرآن في سيدوك ليس كل ما وحر ربي تبارك وتعالى قريش مركو كهله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ها عابدين بيت كانوا كعبدا ربي بإسكالها عامل الله أصول كقوديي قاتشو قاتشو دي كسار عبسينا كأمية لي أمان بوسي عبسي بو كإلالي رزق بوسي قاتشو كإلالي مركا الرزق هي أمان كإسلام قاتشو دي عبسي دلو إسلام أريد أن أذكر واحد المامي صار من سلدة يباصك بأهمية أولية هاي أمامك أولية أمامك مركوة ضرورة من ضرورات الحياة نرشى ضرورات كذا كمت بل نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركلة مركو كعبدة يبيتك أدعي لي يددك وحيث كل مالي توحيدك يا أمامك أمني غير التوحيد ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي البلد كمن آمن كرك وأمنسي أني عبرت إذا نجف وجه إن عدك لا عبود أصنامت إلى العبود أصنامت إلى وحد الله إن العبود إلا جاف وجه وتوحيدك ودينك أساس كذي دين تأساس كذي يوحلس كل أمانه يأملك أمانك معناه دوحوه هذه أمان لوايو وأمن لوايو وحسلوني لوايو دين تي ضفت هذه مبد بادي سمع وعبدا ما سوق علي أملك وحاهير كالوغ عرسي يأمانك نبي قيل صلى الله عليه وآله وسلم وقلت المامي بني آدم كالليبان تيسو إن يصدق كجرت من أصبح منكم آمناً في سربه عند آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحظافيرها روحي جماعة يا مجتمع وكل حنول يا هاي نبت قليك وهيستا شركي سنة عاثمات وهيستا وعاثمات قضاء شركي عاثمات مو قضاء ومتشرنك مجتمع وكل حنول يا هاي نبت قليك وهيستا مال الكاس يحلق وتشغل وحعني لها وهيستا انت روحي اس الهي اسجد له نبي محمد صلى الله عليه وسلم الدون او طلب له ضروريه وحكم مقاري مجل بمعنى ان ودي وهيستا انت دي نواهيستا عافيمات كي نواهيستا انت هدي له اسجد له الدنيا كما مقرا وحكم مقر مجل ابو النبي صلى الله عليه واله وسلم
والدنيا سيدة الدلادة أمنه وضرورة ضرورة إنه يهينا مسلمين تكريكم كقال يا مسلمة صوت البناء حتى النورها كالحيوانات حتى ضرورة إيه إن النبات قال إلهي بقليه تبارك وتعالى وشيء فطري وشيء إلهي وكو أموري مخلوقات إن النبات قال سي أي النبات قالنا إن قاتل أسباب تكون نبات قليل هاي إلهي تبارك وتعالى فطرة وكو أموري دين تينا وحي كالكتي أمان كي النبات قليل وصوت نوشكو هرمرتو حضاراتك هرمرك وعي ماذا مركي حسلوني نبقلي لها هذا نبقلي لها هرمر متشرو هذا نبقلي لها نرولي متشرتو هذا نبقلي لها دينتي عباداتك ضعبي لهلي ماي نبقلي وحي أساس طهي الدنيا آخر وحي الدنيا نبقلي لها أساسه وحي الدين نبقلي لها أساسه هذا نبقل لها وسان جدي لو وعي هذا يسنكر علمي الشرق يلا ما برا كري دينتي لو ما أديك كري نبت قريدو ديني الدنيا ده أساس بيوتا مركا لا إله إلا نبت قريدو يا أمني مركا كه الله يلا أمني جا دينتي إنه شيء وجود ده شيء وحوجود ده عليه مثلا طيب نوعية دي سكر الدول ضيت مثلا بني آدم كا أفرط شرط شيء وسنكمل عليه. نرش يسون كت عن تلوية قانون الضرورات الخمس. سيد الدين تو إلى لسه. مثلاً وحقهم يمسن روحه وعقيدة سيد الدين تيس. دين تي بيدتك أو إلى لسه. وروح الدين تيس بدلا. وإسلام نما ذكرته وقال نما قال دل عليه. دين تي بيدتك أو إلى لسه. وفلسفتها خرباً. هي عقيدة خربا هي بدعين كسنة نبيك خلاف سن بيدتك كإلاليس دتك وحي آمن أغنك تي عقيدة دودة ونفسن إن الله حفظي الله إلالي وحي مركة الدين تدتك أحفظي دي هو أيو إلاليسي نفتوضة روحي إنو نفتي سأونا بدقبه إن لدلقو سنكبقين إن لبلوك يستقو سنكبقين guri giisa oo ku nabad galo waa inuu naftiisa iyo dhigiisa u nabad galo waa sidaas daradeed be shariicadeenu marna han shabaab adag ka soo saartay naf ilaahay abuurtay oo macsuuma in kas loo dilo cadaab iyo lacnad iyo cadaab lagu waaro marna qisaas bay ka waajibiso ruuxi ruux dilo hal la dilo hal qisaas hadii dadkii xaq lahaa aynan cafiin أما حوله كوب الدشين أو هاي استعفيه. محد ذلك اللوتش ذي ولكم في القصاص حياته. يعني قصاص تروحي واحد إلا إلا الدلو نور باكو شفت. تذكي كلا كل نورانا يا مجتمعي باكو نورانا يا نور بالوجه ليا. أنت صنف وخطر قل له هاي باكو بالبادس. صدر ذي الله كعبري قصاص تروحي واحد إلا إلا الدلو نور باكو شفت. والنور marka in nafta la xifdiyo oo la ilaaliyo nafta bini aadam ku dhowrna ahkaam dhowr ilaada naf waa ruux waa naf muslim ah oo iimaanka iyo islaamnimadaasa ilaali lagu ilaalinayo nafna waa gaal laakiin waa gaal aan marka dagaal idinka dhaxaynin oo ay idinka dhaxayso ballan wada noolaansho asagana dhigiisu iyo xoolihiisu waa xaraam من نوامد مجتمع مسلم كبا يدولة دي سكوه وصنوه وكتر سن وقال أساقنا سيدو كلا نفتي سوا حرام من نوامد قال دقال إذن كلام نحيه ومسلمين تي إساقوا الدقال سيهين كاسي أساقوا لكو بدبادين بايا أدو نو بدبادين ميس سيدة استرادة نفت بن آدم كأصل وحاوه إليه معصومتها دين تينون وي إلى نس وحكم بنا وحلو يقال الأمن العقلي بن آدم كإن الله إلى اليوم عقلي الله إلى اليوم سأستردد بدين تنو وحي حرمتي
oy meel adag ka istaagtay wax kastoo maanka bini aadamka doorin kara khamradii xashiishkii xashiishaddii qaadkii wax kastoo maandooriye ah ayay meel adag ka istaagtay way xarimtay lacnad ciddii lagu qabtana hala karbaasho sababtu maxay tahay bini aadamku waa caqliga waa manaaqu takaaliifi sharciya sharciga markuu ilaahay addoonka wax ku waajibinayo meesha waajibka keenta ee lagala hadlo ee axkaamtu ay ku xidhan tahay waa caqliga caqliga bini aadamku waa midka xayawaanaadka iyo noolaha kale ka soocaya caqligii in la ilaaliyo waayo diinteennu marka caqligiina waa xifdiday caqligii in ammaan helo naftii inay ammaan hesho caqiidadii inay ammaan hesho xoolihii sidoo kale inay ammaan helaan ruuxu inuu xoolihiisa ammaan u helo oo xoolihiisa uusan ka baqin in la dhaco in la xado in la bililiqaysto in la boobo xoolihiisa iyo hantidiisa inuu iyadana ammaan u helo iyadana waa midda keentay shareecadu ay tiri xoolaha dhexdiina xaqdaraha ku celina xoolihii baa la ilaaliyey ruuxii xada xoolaha dadka gacantaha laga gooyaalayay ruuxii booba isagana tacsiir xoolihii baa la ilaaliyey ruux xoolihiisa inuu nabad helo waayo nabad inuu u helo xoolaha waxaa ka mid a cirdiga ruuxu sharafkiisa iyo magaciisa in loo ilaaliyo oo uusan sharafkiisa iyo magaciisa meel lagaga dhicin iyadana waa midda keentay in la yidhaahdo ruuxii ruux kaleeto zino iyo faaxisho iyo xumaan ku sheega oo sugi waaya caddayn u keeni waayo 80 jeer baa lagu dhufto waa in la karbaasho laana ruuxa magaca iyo sharafku qiimo weyn buu ku fadhiyaa marka in cirdig iyo sharafkii loo ilaaliyo mujtamaca sidoo kaleeto waxa la yidhahdaa al-amnu ijtimaaci bulshada dhexdeeda inay kala nabad gasho aka nabigeenu yidhi sal alayhi wasalam wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min ilaahay baan ku dhaartay muuse rumayni muuse rumayni muuse rumayni waxay rasuulkii ilaahay kaasi waa mid habar ku dhacay waa kee nebigu wuxuu yihi sal alayhi wasalam man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa waa ruuxa dariskiisu uusan ka nabadgelaynin dhibkiisa yani mujtamacu waa inuu kala nabad galo darisku waa dariska waa inuu nabadgeliyo deegaanka dadka wada jooga waa inay isnabadgeliyaan bini aadamkii inuu isagu isnabadgeliyo oo nabad kale helo marka al-amru ijtimaaci waay nolosha oo dhan ammaankaa markii la helo ayaa bini aadamku markaa uu raaxo ku noolaan karaa uu jiri karaa uu sii socon karaa uu wax hormarin karaa uu wax soo saari karaa laakiin haddii ammaan la waayo nololi ma jirto waa midda keentay dhulal barwaaqo ah oo khayrkii iyo khayraadka ay ceegaagaan in laga kala cararo in laga qaxo meelo aan wax quman oolin laakiin ammaan iyo nabadgelyo lagu haysto in lagu cararo ya maanta haddii ammaan la waayo wax walba waad ka cararay waxaad u cararaysaa lafahaagaa la cararay meeshaad ku nabadgeli lahayd baad aadi xoolo tabci maysa xoolaha tabcaday baad ka cararay xataa waxaa laga yaabaa ilmihii inaad ka cararto gurigii aad dhistay baad ka cararay khayraadkii iyo beerihii baad ka cararay waxaad u cararaysaa meel aad ku nabad gasho sidaas daraaddeed ammaanku waa asaaska nolosha waayo meeshii ammaan laga waayo nololi ma jirto xataa diinta islaamku inay faafto oy dadka gaadho inta badan waxay u baahan tahay ammaan bay u baahan tahay amni bay u baahan tahay sida ay ugu faafto ammaanka colaadda uguma faafto saas daraaddeed ayaa waqtigii nabigeenna sala allahu calayh waalih wasalam heshiiskii xudaybiya oo 2 sano ka yar jiray waxaa ku soo islaamay dad aad u fara badan markii laysu furmay oo colaaddii waxoogaa heshiis laga gaadhay oo dadkii isu furmeen oo lays dhex maray oy dadkii jaalis u heleen inay magaalada madiine yimaadaan oo saxaabadii arkaan oo mu'miniintii is arkaan khalqi waxa soo islaamay aad u tiro badan saas daraaddeed diintu ammaan bay u baahantay halkan hadda aan joogno oo kenya ah intaan qaraxyadan iyo nabadgelyo xumadani aan lagu bilaabin dadka kenyaanka ah
waxay u soo islaamayeen afwaajan si aan xad lahayn. Magaalooyin dhan baa soo islaamaya, magaalooyin dhan ayaa hal mar soo wada islaamaya. Markii waxaan macno lahayn lagu sameeyey oo ay dhacday in miidiyuhu ka faa'iidaysto oo ay dhacdo islaamkii suuro xun in laga bixiyo, waxaa yaraatay dadkii soo islaamaya. Maraakiistii dadka soo islaamay diinta lagu barayay baa la xidhxidhay oo meesha ka baxay ammaanka. Marka wax weeyaan muslimku siduu u danaynayo iyo danta ugu jirtaayo kama yara danta ugu jirta midka gaalka. Ammaanku marka waa nolosha asaaskeeda. Waxaad ku garan kartaa dalka Soomaalida asalka u ahaa Soomaaliya la yidhaaha waa dal khayraad ka buuxa, waa dad wax walba yaalla, waa dalka labaad ee badda ugu dheer le Afrika, malaygii baa ceegaaga, khayraadkii shidaalka yaalla, waxaa yaalla beerihii iyo wixii dhulka ka soo baxayaybaa yaalla, xoolihii noolaabaa yaalla noocyadoodii kala duwanaa. Hawadiisa waa hawo aad u qiimo badan, waa meeshii bini aadan ku noolaan lahaa. Haddana intaasoo wanaaga isagoo isku darsaday baa laga qaxay oo laga cararay oo meelo kale la aaday oo badda la maro lagu halaagsamay. Maxaa dadka caydiyey oo khayraadka ka caydiyey? Nabadgelyo xumo, nabadgelyo xumo. Sidaas daraaddeed islaamku ma aha mid nabadgelyada mujtamacaadka iyo bulshooyinka burburiya, ma aha. Xataa hadday gaalo yihiin, haddaadan nabadgelyada aad ka burburinayso mid ka fiican aadan ugu bedelaynin, ha burburinin. Sababta waxay waxaad sabab u noqonaysaa inay iscunaan, in dulmigu faafo, inay dhib isu geystaan. Khalqiganna kiisa gaalka iyo kiisa muslimka aba Ilaahay dulmiga waa ka xarima. Saas daraaddeed haddii la soo koobo, nabadgelyadu tiir asaasi ah iyo qodob aad iyo aad muhiim u ah ay diinteenna dhexdeeda ku tahay. Wax lagu ciyaarana ma aha, wax lagu falaada ma aha, wax lagu khamaara ma aha, waa wax asaasi oo cidina ayna ka maarmin. Waad garanaysaan yacni waxa weeye nusuusta ku soo aroortay oo qaar ka mid a akhrinay, diinteenna islaamka nabadgelyada ay ka hadlayso midda adduunka keliya ma aha, balo fiirsada xataa nolosha dambe aakharo sidii nabad lagu heli lahaa bay diinteennu ka shaqaynaysaa. Adduunka iska badaa xataa nolosha aakharo siduu ruuxu ku nabadgeli lahaa. Alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun. Aakharo seed ku nabadgeli, seed cadaab kaga nabadgeli, seed carda ilaahay kaga nabadgashaa, seed cadaab kaga nabadgashaa, seed janno ku gashaa, ilaahay ridihiisa u heshaa, dhibaatooyinka aakharo qabriga ka bilowda seed uga badbaadaa bay diintani kaala hadlay. Adduunka iska badaa yacni seed mustaqbalkaaga nabad u hesha. Man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha, man jaa bilxasanati, ruuxii wanaag la yimaada wuxuu leeyahay wanaag buu la yimid labanlaabkiisuu leeyahay. Allah tabaaraka wa tacaala aakharo markii laga hadlay wahum min fazaci yowmaidin aaminuun, aakharo argagaxa jira seed uga badbaadi. Sababta baa lagu siinaya alimaan alcamalu asaalix ataaca ayaa lagu siinaya. Adduunkiina nabad seed ku heli lahayd, nabadda adduunka taallaay ma dhammaystirna, laakiin nabadda aakharaa dhammaystirna. Nabadda adduunka waayi mayso, si kasta haddii loo dadaalo cabsi waayi mayso, si kasta haddii bini aadamku u dadaalo cabsi waayi mayso. Inaad cudur ka baqdo, inaad cabaad ka baqdo, inaad dhibaato ka baqdo, inaad tuug ka baqdo, inaad dhibaato ka baqdaayo marna waayo mayse adduunya loo joogaa. Laakiin daarta aan cabsida lahayn oo nabadgelyada buuxda waa midda aakharo. Saas daraaddeed baa diinteennu waxay ka shaqaynaysaa bini aadamka xasiloonidiisa, degganaanshihiisa adduunka intuu joogana inuu nabad iyo istiqraar iyo xasilooni ku noolaado, la ilaaliyo waxyaalaha asaasiga, loo ilaaliyo aakhara hadduu aadana mid ka sii fiican inuu ku noolaado. Diinteennu ma qabto qaska, ma qabto diinteennu wax burburin, ma qabto
diinteennu ma qabto in nabadgelyada mujtamacaadka lagu ciyaaro, diinteennu ma qabto in la tijaabiyo lagu khamaaro mujtamacaadka nabadgelyadooda ma qabto. Sax, waa diin xoog leh, waa diin awood leh, waa diin cadowgeeda iska dhicisa. Laakiin cadowgeeda markay iska dhicinayso lafteeda, waxay xambaarsan tahay mabda' wanaagsan bay khalqiga gaadhsiinaysaa, caqiiday gaadhsiinaysaa. Dulmigii ku jiray waxay ugu bedelaysaa, cadaalad bay ugu bedelaysaa. Cabsidii mujtamacaadka haystay nabadgelyay ugu bedelaysaa. Mujtamacaadkii wixii ay haysteen inay wax ka fiican siisa mooyeen, waxay haysteen intay ka burburiso kadibna ayagoo fawdoo iscunaya kama tagto. Mana siiradii nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo khulafaa uraashidiin iyo taariikhdii ummaddan ay soo martayna, yacani waxway wax noocaasoo kale laguma hayo. Sidaas daraaddeed warka waxaan ku soo gabagabaynayaa, nabadgelyada innagaa u baahan, mas-uuliyad inaga dhaxaysa weyn, innagay ina anfici intayna cid kale anficin. Ilaalinteeda iyo dhowriddeeda iyo ka taxadariddeeduna waa wax inaga wada dhexeeya. Maanta waxbarashadaas, caafimaadkaas, ganacsiga, deganaanshaha, inta aan haysanaba waxay ku salaysan tahay nabad bay ku salaysan tahay. Saxaabadii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, maka almukarama ilaahay dhulalkiisa meeshii ugu khayr badnayd, dhulka ilaahay meesha ugu khayr badan waa maka. Saxaabadii nebigu markay nabadgelyo ku waayeen, intay ka qaxeen oo ka tageen oo ka hijroodeen, baa waxay u hijroodeen ardulxabasha, waa dhul kristan, waa dhul gaalo, gaalaa ka talisa, kaniisadaa ka buuxa. Soomaa, dhulka noocaasa bay ku carareen. Maxay ugu carareen oo ugu qaxeen? Nabad bay ku heleen. Xaggee bay ka carareen? Makay ka carareen, oo dhulka ilaahay meeshay ugu khayr badnaynay ka tageen, nabadgelyo daray uga carareen. Taana waxay u aadeen, nabad bay ku heleen, caqiidadooday u nabadgaleen, cibaadadooday u nabadgaleen, yacni waxa weeye naftooday u nabadgaleen. Meeshii nabad laga waayo, xataa dhulka ha ugu khayr badnaato, ha ugu barwaaqo badnaato, laguma noolaan karo. Saas daraaddeed nabadgelyadu waa asaas. Inaynu saa u fahanno waa lagaa maarmaan, ilaalinteeda inaynu ilaashano meel kastoon joognaba waa lagaa maarmaan, diinteennana sidaas iyo meeshaasay dhigtay nabadgelyada. ilaahay tabaaraka watacaala haynagu irsaaqo. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh, xadiidka culimada qaarkood ay taxsiininayaan, markii bishu dhalato wuxuu ku ducaysan jiray, allahuma ahillahu calayna bilamni waliimaan wasalaamati walislaam. ilaahu bishaa dhalatay waxaa loogu dhalisaa amni iyo ammaan, islaamnimo iyo salaama. Bishu markay dhalato nabadgelyuhu ku ducayn jiray nabigu sallallahu calayhi wasallam, ilaahu nabadgelyo nasiib oo ammaan nasiib. ammaanku marka waa asaasi weeye, nolosheennuna kama maaranto, diin iyo adduunye midna ugama maarano. ilaahayna tabaaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu inoo xifdiyo oo inoo ilaaliyo. mujtamacaadka muslimka ee adduunka ku noolla maanta waxay ugu baahi badan yihiin waa inay nabad helaan, ayaguna kana nabad galaan, cadowgoodana ka nabad galaan. ilaahay tabaaraka watacaala ammaan iyo nabadgelyo hayna siiyo, oo dhulkeenna haynagu aaminsado, ammaansado. muslimiintana ilaahay tabaaraka watacaala nabadgelyo ammaan ha siiyo, dhexdoodana ilaahay tabaaraka watacaala ha isjeclaysiiyo oo ha isu soo dumo oo cadaawadda ha ka saaro, cadowgoodana ilaahay ka qabto. hada wabillahi tawfiiq, wasalli allahuma wasalama wabaaraka cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam.